سايرة على فين يا همام؟ نفسي مكروش، قلت اتعدل. وماله تعدل؟ اخلي فضة تعمل لك حاجة؟ لا انا هروق وحدي، اطلع برا القاعة هروق. اطلع بس رد الباب وراك. حاضر. يا بطني. ايه؟ في ايه؟ هموت يا همام، خليك جاري والنبي. حاضر. حاضر. جاريك همام، ما تقومش من جاري، بطني هتموتني. ما انا مرجوع اهو. اتفضل يا بهوات. يا مرحبا يا مرحبا، يا اهلا بالبكاوات. مرحب بيك يا شيخ همام. معلش كان عندي مشاغل ضروريه وده اللي اخرني عنكم، لكن برضو ما اخرناش عنكم حاجه ابدا. كلك كرم يا شيخ همام. بلغنا انكم زعلانين يا بكاوات، في مشاكل كبيره هناك في المحروسه. احنا جينا في حماكم لاننا عارفين ان ظلكم واسع، وغرضنا التجهيز للانتقام. من مين يا بيه؟ من اللي ظلمنا يا بيك. انتوا هنا في امان يا بيه، وبره هنا الامان ليه تمن تاني. وضح قصدك يا شيخ العرب. يعني اللي عايز يقعد هنا على راسي من فوق، وانتوا عارفين كلمتي، الامان ليكم. لكن برضو انا مرضلكمش وانتوا مش فرسان تقعدوا تصرفوا من صندوق الغلابه. معانا ذهبنا يا شيخ العرب. لحد ميتة يا سليمان بيه، ومين هيمد يده على ذهبكم؟ احنا يهمنا الارض، وانتوا ما شاء الله خزينكم وارضكم على ظهر خيولكم طول عمركم كده. احنا بتوع الارض، سلمنا الالتزام وليكم الامان والمساعده اليوم الدين. واحنا موافقين يا شيخ العرب. وانا مش موافق يا شيخ العرب. حقك يا ابوي، محدش يقدر يقول للحق لا. أرضك فين يا بيه؟ إخميم. زين، روح أرضك وقعد فيها وخليها تحميك. اتفقنا يا شيخ العرب. خلص الكلام، الوافق يرجع المضيفة، وسليمان بيه في أمان الله لحد إخميم. بدون سلام عليكم يا شيخ همام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. ناوي على شر. خليه شره ياكله. شيء حد يزبقه على خميم، يقطع الميه عن ارضه، يا هيزهد يا هيرجع. قولي يا شيخ العرب، يعني ايه؟ اللي يهرب نسيبه يا مولاي؟ ادم بعيد عن عريني نسيبه جن علي؟ يعني نسيبه يهرب ويسمن ويرجع لنا اخوه؟ يسمن فين جن علي؟ اللي تغرب مالوش رجوع تاني. الكلام ده مش على المماليك، احنا اولاد الغربه يا مولاي. يا في الاول بس جن علي. غربه واحده تصنع راجل، غربتين يكسروا راجل. انا مش موافق يا استاذي. بقولك ايه جن علي، انا بيتي فين؟ هنا. قريب من القلعه ولا بعيد؟ قريب. خلاص، اللي يملك هنا يملك كل شيء، وانا لما اقطع سلالم القلعه مفيش مملوك هيبقى بعيد عن كف ايدي. خلينا في المهم، الخطر القريب اهم. السيد، السيد يا مولاي، مشايخ عرب وقطاع طرق ومماليك، سكينه بجنبنا وسكينه حاميه. سكينه ايه جن علي؟ دول اهل الصعيد، مخهم في الزراعه وبس، مخهم محدود. أنا أفهم أكتر منك جن علي. أيوه أنا قليل. اسمع جن علي، التزم الصمت.
معلش يا صالحة، الليلة دي ليلة ورد اليمن، دي كده لها شهر ما شافتنيش. روح لها نحشتك، لما تلقاني مسكت فيك ابقى قول. يا بنت عمي، وانت كل ليلة عيانة وهتصرخي. روحي كده ليلة ولا ليلتين، خلي ربنا يسهلها لك. ايه هتصلبط يعني؟ ايوه يا بنت عمي، هتصلبطي وانا مهاضك. روح لها، سيب العيانة اللي شايلة روح جوا روحها وروح هشك بنت مناظر. صالحة، الليلة دي انا هخش عند ورد اليمن، خليها تاجي من الجمايل احسن. خلاص يا همام، روح لها. ايوه كده، السلام عليكم. بعد الشر عليك، بعد الشر. مالك؟ سكاكين، سكاكين حامية، هموت. خليك جاري يا همام. يا ابوي انا جارك اهو، انا جارك اهو. في ايه؟ يدك، اديني يدك. اتفضل. هموت يا همام. خلاص كده؟ لا لا، هات يدك. اوعى تنقلها، اوعى تشيلها. هات يدك. سألتي خليك جاري بدل ما عدك تاني. مين؟ مين؟ علم يا ابوي، علم. جيت لحد الباب وخبطت عليه، فتحته يبقى علم. انت عليك الامر، واحنا ما علناش الا الطاعه. لا نقدم دقيقه ولا نأخر دقيقة. جامع، 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 جامع. نعم يا سيدي، مين اللي فتح الباب؟ أنا ما قالوش لا يا جامع. مين يا سيدي؟ ما ترضيش معاي وقطع الحديث ونادم على سلام يا جدلوك. سيدي سلام بايت من امبارح جار مقعده.